القطايف ادوم، ذكرني باللي زمان. جايز قطايف اليوم مش ساكلي، انما معها كاسة خروب تبرد على حرنا. خير على الكل بيسمعونا، واهلا بكم في اول حلقه من برنامج سنافه وقطايف. معاكم ديالا عاطف واحمد الجويلي. كل سنه طيب يا احمد. وانت طيبه ديالا، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل مستمع يا راديو تراعي بخير. النهارده عندنا حاجه استنى بس، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان، يا رب يقعد الايام عليكم بخير دايما، وشهر البركات يقعد عليكم دايما. طب يا احمد، بما اننا في اول شهر رمضان، قول لي اول سؤال بتساله ايه هو؟ ايه هو اول سؤال؟ اول سؤال بالنسبه لي صايم ولا زي كل سنه؟ طيب صايم ولا زي كل سنه؟ اول سؤال يعني المفروض ان انت تخلي تاني سؤال تالت سؤال. الناس كلها بصراحه بتسالني السؤال ده، كل الناس بتسال كل الناس السؤال ده، وبرده ما حدش بيزهق، وكل الناس بتتضايق منه، وبرده بيقولوه. بتضايق كل الناس؟ كل الناس بتقولوه. يعني ليه؟ يعني انا مش فاهم ليه. طب قول لي صايم ولا زي كل سنه؟ مش هسيبك لما تقول السؤال ده. هو بالنسبه لي كده ممكن يكون زي كل سنه، طالما مش مصدق ان انا صايم زي كل سنة. طب طلع لي بقى لسانك نشوف اهو يا جماعة. فاطر لا بتكذب، في مكرونة وفي بشاميل اهو، وانا شايفة كل حاجة من اللسان. بتكذب، انا مش فاطر. فاطر مش فاطر. فاكرة كان في واحنا صغيرين كده، كان في يقولك يا فاطر رمضان، يا مخاصم ربك، يا مخاصم دينك، يا مخاصم دينك، القطه السوداء. ايوه تعودك من مصرينا، حاجات زي كده. بس كانت طفوله متشرده فعلا. صح، كنا بنقعد نزفه بعد، كان الواحد يكتشف واحد كده فاطر كان يزفه في قلب مدرسه. لا وانت عارف بقى، لو معاه ميه يا نهار اسود، ده معاه ميه. كان الباقي كله صايم. ايوه فعلا. وعندك بعد كده، انا مثلا يعني بسبب السؤال ده، في واحده كنا معزومين عندها، فكل سنه بتقول لي فاطره ولا زي كل سنه، زي منصوري ولا فوق زي كل سنه. فانا عشان اخلصها خالص بقى، السنه اللي فاتت قلت لها على حسب اكلك، حلو ولا زي كل سنه. دمرتها كده. انت كده خلاص، انت دمرت الجبهة خالص. بالظبط. فده كان اول سؤال. ايه بقى اكتر حاجة بتخليك تفطر؟ اكتر حاجة بتخليني افطر، يعني هو بالنسبة للمعاملات اليومية حاجات كتيرة ممكن تخليني نفطر، بس الواحد بيمسك نفسه يعني. انما اكتر حاجة بتخليني ممكن افطر، ما اعتقدش ان في حاجة ممكن تخليني افطر دلوقتي، ممكن احنا صغيرين. طب فطرت ازاي وانت صغير؟ كنت نمس انت اكيد من ورا اهلك بقى وبتاع، عامل عليهم نفسك صوت. والسؤال هو، انا فطرت كميه كانت قد ايه؟ كميه قد ايه؟ كام؟ يعني ممكن نتكلم لغايه دلوقتي 7 طن 8 طن حاجه كده. يعني انت ما صمتش ولا مره تقريبا؟ لا طبعا كنت بصوم، بس لغايه الظهر ولغايه العصر. ممكن امثل عليهم ان انا كده ايه، ان انا لغايه المغرب، بس اسيبهم مثلا نايمين واتدحلب كده عند الثلاجه، بس يعني ما حدش يشوف الثلاجه كده، يبقى ساكت. طبعا يبقى ساكت، لازم على طول ياخد اي حاجه منها على طول. انت عارف انا صغيره كنت دايما عايشه في جو ان انا صايمه 24 ساعه، يعني انت عارف ماما انا تعبانه جدا وبتاع، وبس بمجرد ما اقول الكلمه دي ماما بتعرف بقى معاناتي وبتاع ومش عارفه ايه وكده، معلش حياتي فاضل ساعه خلاص، وادخل انا بقى الحمام وهاتك يا شرب ميه، ما بسيبهاش غير لما استوي. بتشطبي على يعني على ماسوره الميه كلها تقريبا، بتحط كلها في بقي اساسا، الماسوره كلها على طول في من المنبع من الام على طول، على عشان خاطر فاضل ساعه واحده. شايفين فاضل ساعه واحده؟ لا انا كنت بشرب كتير بقى، يعني مره هنا ومره هنا ومره هنا، ما كنتش بشرب. لا انا بصراحه 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 يعني ما حدش كان بيحس بيا خالص. انا كنت فنان. طب ازاي يا فنان يعني؟ قولي محدش بيحس بيك. محدش كان بيحس بيا خالص، يعني انا كنت كده في الدرق، بتدحلب كده في الدرق كده من وراهم، وهم على طول مثلا ايه، وما كنتش طماع يعني، مثلا انت عارف الطمع اللي بيطمع، طمع اقل ما يقل ما جامع زي ما بيقولوا، يعني بدل ما اكل صباع محشي واحد اكل اربعه سبعه، ممكن 9 10 يعني في على حسب. بصي على حسب الاكله، لو كنت بحبها قوي انا ممكن اجيب الحله كلها واخش الاوضه واقفل على نفسي. كل ده. طب مش خلينا بس نعرف الناس على كنافه وقطايف. احنا مبدئيا هنتكلم عن عادات وتقاليد في رمضان، وبعديها هنتكلم عن عاده حلوه او وحشه، سيان بقى هي حلوه ولا وحشه، تمام؟ وبعديها هيبقى في يوميات كنافه وقطايف.
يوميات كنافه وقطايف. انا بحب الكنافه عموما والقطايف ماليش فيها قوي يعني. على فكره انا هبقى قطايف فلازم تحبها اصلا. القطايف دي معموله عشان الناس تلقطها كده يعني. هنبدا يعني بقى الكلام بقى الحاجات دي. الكلام الحلو بقى. هنبدا بقى نفسك ولا ايه؟ ان انا الحلويات كلها حلوه. الحلويات كلها حلوه او الحلويات مش كلها مش حلوه مثلا مثلا يعني. بس انا يعني البرستيج كله انا في القطايف. يعني عشان البرستيج ممكن نخليها تبطل رغي شويه ونطلع فاصل صغير. ارجوكم خليكم معانا. بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي معاكم في اول فقره وهي هتكون عن المسحراتي. طبعا كلنا عارفين ان المسحراتي دي عاده وقديمه جدا عندنا في رمضان عموما عند الشعب العربي كله، بس عمرنا ما عرفنا ايه هو اصل المسحراتي وازاي وصل للشهره الرهيبه اللي بقى فيها دي. المسحراتي او المسحراتي بتعرف ايه عنه بقى؟ المسحراتي والله كان راجل كويس والله العظيم. كان بيعدي تحت بيتنا كتير وكان بيقعد يطبل، وكان كانت ماما كان دايما تقول له قول يا احمد قول يا محمد على اي اسم من اسامي الجيران او الاولاد الصغيرين اللي في الجيران، يقول لك اصحى يا محمد معاد السحور. اقول لك على حاجه، احنا ماما كان برضه بتدي فلوس عشان يقول اسامينا وبتاع. والله هو اخويا اسمه احمد وانا ديالة عمره ما ادري يالا، هي دول عمرها داليا يا ديانا، معرفش ديانا ازاي يعني. ديانا حداد، انا معايا ديانا حداد في قلب الاستوديو وممكن نرحب والله بيها. هو
احمد ديالة، مفيش ديالة، هي داليا. اه ممكن ديالة ديالة. بيجيب اسامي جديدة خالص. انا بتقولي اسمي بالضاد، ضيالة 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 ضيالة. فدي كانت كارثة بالنسبة لي. طبعا يا كارثة، بس في كل الاحوال خلينا نقول ان سحراتي بدأ ازاي. طبعا من اول ما جه الاسلام والناس كانت حريصة على انها تتسحر، لان كان في، لان في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول تسحروا فان في السحور بركة، وده حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم. وكانوا بيحاولوا ان هم بقدر الامكان يصحوا في فترة الليل عشان يتسحروا زي ما احنا عارفين كلنا، عشان يقدروا يقاوموا العطش بتاع الصيام او الجوع. فالناس كانت بتعمل كده، فتعددت الطرق بقى والاساليب علشان يتسحروا. فكان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس بيعرفوا وقت السحور منين؟ من اذانين. اذانين اذانين يعني مش اذان، لا اذان واحد، لا كان اذانين. اذان الاول كان بصوت بلال، بلال بن رباح بالظبط، عشان يعرف الناس ان هو ده البدايه، ان انتوا قوموا يلا اشربوا وكلوا عشان ده السحور. كان في اذان تاني بصوت ابن ام مكتوم، ده بيقول للناس ان هم يمتنعوا عن الاكل والصوم خلاص. امساك امساك، هو ده بدايه الامساك. فده كان اذانين، الاول كان بلال والتاني كان ابن ام مكتوم. فكان في حديث كنت عارفه، ايه هو فكرني بيه؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، ده رواه البخاري وحديث صحيح. وطبعا مع اتساع ركعة الاسلام بقى، والاسلام انتشر زي ما احنا عارفين، ايه اللي حصل يا احمد بقى؟ اتصرفوا ازاي في موضوع مسحراتي؟ المسحراتي طبعا هنا كان بدأت الناس تكتر وتنتشر. فكان في الدولة، في عصر الدولة العباسية، الدولة الإسلامية العباسية، كان والي مصر كان اسمه عقبة ابن إسحاق، وكان أول من طاف الشوارع ليلا في رمضان. ليه؟ علشان يصحي الناس عشان السحور. ده كان سنة 238 هجرية، وهو أول مسحرات يعتبر، وآخر أميس رب الناس في جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة، في مصر القديمة. صليت فيه قبل كده؟ طبعا، يعني من مظاهر رمضان بالنسبة لي هو مسجد عمرو بن العاص، لانه هو من بحس فيه فعلا بطعم رمضان، خاصة وهو صلاة التراويح او الصلوات الخمسة اليومية. انا نفسي اجربه فعلا في التراويح، والسنة دي ناوية عليها اكيد لازم اجربه. عزمك عزمك عزمك، ما تقلقيش على التراويح. عزمك على التراويح ما تقلقيش. وكان اول مسحراتي فعلا عقبة بن اسحاق، ده يلف في الفسطاط اللي هي القاهرة يعني. الفسطاط كان عندنا تحت بيتنا على طول، كان بيلف. انت ساكن هناك بقى؟ دعاية دعاية للبيت. كان بيلف من الفسطاط لمدينة العسكر، وده يعتبر مسافة كبيرة جدا، إلى جامع عمرو بن العاص، وكان بينادي الناس وبيقول عباد الله تسحروا فإن السحور بركة. وخلينا بقى ندخل على العصر الفاطمي. امر الحاكم بامر الله الفاطمي الناس ان هم يناموا بدري، يناموا بدري بعد صلاة التراويح. والجنود كان بيكلف الجنود هم اللي كانوا صحوهم، وكانوا هم اللي بيقوموا بوظيفة المسحراتي، او اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم المسحراتي. سواء كانت مهمة بالنسبة لهم مقدسة، لان هم بيصحوا الناس علشان تتسحر. بس اظن بعد كده تعين رجاله محددين يعني عشان مهنه المسحرات دول. فكانوا بينادوا يقولوا ايه بقى؟ كانوا بيقولوا ايه؟ يا اهل الله قوموا تسحروا. تمام. وفي العصر المملوكي ايه اللي حصل بقى؟ اهتم ظهر بيبرس بالمسحراتي جدا، وكان اشهر مسحراتي ساعتها كان هو ابن نقطه. ابن نقطه هو اسمه كده يعني، بيجيلنا على طول. وكان بيصحي الملك بيبرس والناس علشان السحور، وهو برضو مخترع فن القومية، وهو شكل من أشبال التسابيح. عارفه التسابيح؟ أيوة، هو حلقات الذكر، حلقات الذكر والحاجات دي بالظبط. في ناس بتقول عليها حاجات كتير، بس هي الذكر طبعا كله جميل، وطالما ذكر كله في بتبقى في المساجد. انا حضرت اكتر من حلقه ذكر في رمضان، وبتبقى بصراحه كانت بتبقى غايه في الروعه، وفيها روحانيات جميله جدا يعني. تقريبا انا فاتني حاجات كتير قوي كده، ولازم احاول كتير جدا يعني. انا مش كده بقول لك عازمك.
عازمك على الصلاة في رمضان في جامع عمرو عازمك. وبعدها انتشرت الطبلة بدل العصاية. كانت الأول طبلة عادية يعني صغننة واسمها البازة، كانت مقفولة كمان من تحت. وبعدها اسمها ايه معلش؟ البازة. البازة اسم انا اول مرة اسمع الاسم. طب كويس اديك عرفت المعلومة. هي ضيالة. ضيالة؟ احنا كده هنتخانق جامد يعني. فخلينا نضرب في بعض دلوقتي، خلينا نشوف موضوع البازة وبعد كده نشوف ضيالة. ودي عبارة عن طبلة طبلة عادية بس في اخرها بيبقى مقفول دايما وبيدق عليها يا اما بجلد يا اما بخشبة. ساعات بيدق عليها دقات منتظمة، يعني ممكن تسمعنا واحدة كده؟ دي دقات منتظمة؟ لا دقات منتظمة كده؟ تحس في موت في الموضوع ان هو داخل يرعب. هو منبه، ما هو منبه يعني ده المنبه القديم. على فكرة كان بعيدا عن فكرة المسحرات دي، كان في انجلترا كان في واحد اسمه فكان ليه اسم كده، ليه اسم كده غريب، كان الميقاتي، حاجه اسمها شبه الميقاتي ده مخصص كده علشان يصحي الناس، ما كانش فيه قبل اختراع المنبه عشان يصحي الناس على اداء اشغالهم اليوميه عشان يصحي الناس بدري وكده، وكان يخش يدق على كل الابواب. طبعا ما كانش فيه عمارات زي دلوقتي وحاجات شاهقه يعني ناطحات سحاب، بس كان بيوت كلها دور 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 دور، فكان دايما يخبط بالعصايه بتاعته على الباب عشان الناس تصحى. فدي كانت برضو حاجه في السياق ده، كان في انجلترا من زمان يعني قبل اختراع المنبه. وفي الوقت ده كان المسحراتي بيمشي في الشارع معاه طبله. ده بقى عندنا بقى المره دي. خلاص بقى احنا سيبنا. وطبعا الولاد طبعا حواليه بقى وهي مسحراتي وبتاع. لا بيقفشوا في بيه. انا ولاد زاد بيعيني والله. طفوله متشرده ما تفكرنيش. والولاد ماما كان بيبقى ماسكين معاهم شمع يا اما مصباح علشان ينوروا للمسحراتي الطريق. في الوقت ده كان المسحراتي بيمشي في الشارع مع طبلة اما بازة يا اما سوري مزمار. مزمار مزمار كمان؟ مزمار. ساعات في مسحراتية كان بيمشي بمزمار وساعات بيبقى فيه طبلة. على حسب كل واحد واللي هو عايزه. كان بيعمل الضوء الشارد بقى. الضوء الشارد. لا هي من ايام انا من ايام الهكسوس، هي لسه دي لسه لسه معلش معلش هنتعلم الحاجات دي كلها. فكان هو في الطبله، نرجع بقى تاني عشان الطبله والمزمار، كان مره كده ومره كده، وكان بيبقى معاه طفل صغير، وهو الطفل الصغير ده وراه ماسك زي ما احنا قلنا كده ايه شمعه او مصباح عشان ينور له الطريق. وكان منتشر ساعتها برضو زي ما احنا قلنا المزمار او الطبله او الطبله. دلوقتي بقى المسحرات التعليميين دول مفيش بقى البازة ولا الحاجات دي كلها، بقى طبله كبيره وحاجات شعبيه كده بتتقال. هو يعني هو كان فولكلوري، مظهر فولكلوري او مظهر حضاري، مظهر ثقافه بقى. هو موجود دلوقتي ثقافيا، انما الناس طبعا مش بتعتمد على الموضوع ده بشكل كبير، لان خلاص يعني بقى في منبهات بقى وبقى في حاجات، وبعدين الناس ما بتنامش دلوقتي يعني. خلاص بقى ما حدش، انا شخصيا ما ينفعش، لازم اتسحر بعد كده تنام. لا بعد كده اتسحر تاني يعني. انا ليا سحورين. اتسحر الساعه 12 بعد كده اول ما تطلع من التراويح. لا انا بتسحر بعد ما اطلع من التراويح وانا في الشارع كده، اطلع فوق اتسحر يعني السحور التاني بعد كده. بعد كده السحور العادي بقى بتاع البني ادمين كلهم. لا انا عارف ان هو بعد تراويح عشان ببقى تعبت من التراويح بقى ورقفه وبتاع، بعد كده اتسحر معاهم. لا الحاجات دي انا بسيبها للجامع عشان بيبقوا حاطين تمر جوه وحاجات كمان يعني، دي مهمه بنسيبها للجامع مش عارف والله بنعمل ايه. طب خلينا نقول للناس بقى شويه اشعار شعبيه. يلا نبدا بقى الاذكار الاشعار الشعبيه. يلا اشكار الشعبيه. اشكار هي اشكار. اصحى يا نايم وحد الدايم وقلنا ويت بكره ينحيك، الشهر صايم والفجر قايم ورمضان كريم. وبرضه في واحده تانية بتقول قوموا لسحوركم جه رمضان يزوركم، السحور يا عباد الله يا نايم اذكر الله يا نايم وحد الله. مين بقى اشهر مسحراتي في العصر الحديث لو عارف؟ مش هتعرف. لا عارف على فكره. لا مش هتعرف. لا انا اقول لك عارف. طب قول. انا اقول لك مين. ماشي. لا قولي انت عشان مش عارف.
قلت طبعا عمرك ما تكسفني. هو الشيخ سيد المكاوي كان اشهر مسحراتي في الشيخ سيد المكاوي؟ ما هو في العصر الحديث. ايوه جارك هو كمان؟ لا مش جاري بس كان قريبنا من بعيد، جوز خالد ولد عمة امي الله يرحمه. ماشي تمام ماشي معلم. كان اشهر مسحراتي في الساحه العربيه. وكان وقدم ابداعات كتير قوي خلال الاذاعه المصريه. وكان بيقول مقطوعات للشاعر فؤاد حداد. فؤاد حداد طبعا ده شاعر كبير طبعا. طب خلاص هي خلصت كده فكرتنا، نطلع بقى بجد ولا حسيت بيها؟ الوقت بيمر ولا لحظه معلش. اه يا انديه اديكوا كلتوا التورته وروحتوا. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني مع احمد الجويلي وضيالة ديالة عاطف. خليكم معانا مع كنافه وطيب. افرحوا يا بناتي يلا وغيصوا رمضان منور فوانيسوا. يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقراطيسوا. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع أحمد الجويلي وديالة عاطف. ودخلنا في يوميات كنافة وقطايف. كنافة وقطايف، كنافة وقطايف للي ما يعرفش وانتوا أكيد ما تعرفوش. وأنا هقول لكم دلوقتي إن هما عبارة عن اتنين متجوزين. اتنين في الفلاحين متجوزين من أهلنا في الفلاحين الطيبين الجمال. خلاص بقى يلا ندخل بقى في الموضوع. خلاص نخش في الموضوع. ماشي هنحكي لكم إيه اللي حصل بالظبط، يعني هنحكي لكم بالتفصيل. يلا. يا حاج كنافة. أيوه. ما تجيب فلوس يا اخويا عشان الحق التخفيضات اللي في المحلات دي يا اخويا اللي انت عارفها دي. يا لهوي علي يا بنت تهدي، هي فلوس بنك الحظ؟ انت فاكراني قاعد لك على بنك؟ تكون جنى يا اخويا اللي هاكلها لوحدي. اوه بس خلاص خلاص مش ناقص دوشه، الواحد لسه صاحي على الصبح. خدي بس خلي بالك خلي بالك، استنى ما اعدلك.
اهم 200 جنيه قد الدنيا. 200 جنيه هو دول هيعملوا ايه يا اخوي؟ ايه يعملوا حاجات كتير بس اوعد بعزاج احسن، انا عارفك تموتي في الصرف. 200 جنيه شوف الراجل اخرته راجل والله. طيب بقول لك ايه يا حاج، ما تيجي معايا علشان الفلوس ما تخلصش يعني، لو ما بعزكش زي ما بتقول ما تخلصش. عارفك اشوف يا ابويا بتاعي، اشوف يا ابويا تخلص ايه؟ انت عايزاني عشان الشيل، انا عارف انا. بقول لك ذوق مفهومية يا ابو العيال، ما تيجي معايا. يا رب ارحمني. يلا انزلي قدامي، البسي وانزلي. طيب يا اخويا ما تزرزرش كده. وكده المفروض ان كنافه وقطايف راحوا المحل، المحلات اللي هي بتبيع السلع الغذائيه والحاجات دي. خش بقى نحكي لكم برضو ايه اللي حصل. يا رب ارحمني يا رب. فاضل قد ايه؟ مش كتير يا اخويا، خلاص هنيت اهو. هنيت هنيت ايه ده، انت شطبتي على اللي في جيبي كله. هو احنا لسه دفعنا حاجه؟ يا لهوي، هو فاضل ايه تاني؟ يا دوب احنا جبنا شويه رز على شويه زيت، فاضل استنى ما اشوف كده 12 كيس مكرونه بقى. 12 كيس مكرونه؟ 12 كيس يا مفتريه ليه؟ هو ايه في سيت في سيت في ايه ده بس؟ دول اخر حاجه خلاص. اخر حاجه؟ هو كيس لما يخلص نجيب غيره. الله يرحم ابوكي، كان بيلبس المكرونه ويفتكرها خاتم. بتقول حاجه يا حاج؟ ما بقولش ما بقولش. يلا خلينا نمشي. طب بس اسمع بس، هنجيب شويه حاجات بس ما فيش. استنى اسمع. ما فيش ما فيش، انت شطبتي على اللي في جيبي كله. بصي انا ماشي، ولعب الحاجه اللي معاك. يا كنافه استنى بس. مش مستني. استنى يا حاج. يوه ده اللي خدناه من الرجاله دي، خلاها وقت الرجاله. ده اللي حصل مع كنافه وقطايف، اللي هو انا واحمد. احمد كنافه وانا قطايف. وانا كنافه وهي قطايف، او هي قطايف وانا كنافه. لا العكس، كنافه انت وانا قطايف. تصدقي؟ انا كنت غلطان، معلش انا بعتذر. خلينا بقى نطلع فاصل وندخل بقى نتناقش في الموضوع بتاع موضوع مهم جدا عندنا جدا. موضوعات مهمه جدا 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 يعني. ممكن خلاص بقى قلنا هندخل وبعدين هم اربعه جدا عشان الناس تحس بالاهميه. ده اتقفس كده زائد في سيت في سيس فيس ايد فيس. مش عارف كمان حد ما عرفش ولا هعرف اقول. خلينا بقى نطلع فاصل. اصل اللي كاتب اغنيه، ايه رايك؟ انتخب خلاص ماشي، نسمع اغنيه ونسمع اغنيه حلوه كده على رمضان ونرجع مره ثانيه. انا صايم 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 يا اخواتي. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال، وطيور بجنيه وريال، ولوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير، الاكل كتير، وبلاش معزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير، الاكل كتير، وبلاش معزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبت ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. Thank you.
يخش المطبخ ويقاوم زعبيب امشي يجي من العصر للمغرب وحريق الضيق ويخش المطبخ ويقاوم زعبيب امشي عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتيك وصينيه مكرونه بس واختار صنفين وكباب حله وضمه باللحمه المفرومه بس طفين اللحمه المشويه والفته فين والتقليه والسمك الدوري اللي انا جاي راح فين والشوربه في الحقيقه وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبتر وبلاش تبتير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبتر وبلاش تبتير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان دي نكبه ايد يا اخواتي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني 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 ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان ونقول ابو زيد اصل بحبه في فطور رمضان ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان ونقول ابو زيد اصل بحبه في فطور رمضان يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذر وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذر وبلاش تبذير يصرخ ويقول يا هواتي صايم وراجل شيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان تعاليلي يما يا عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده يا عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني 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 انا صايم صايم وارجع لكم مرة تانية احلى مستمعين لاحلى راديو راديو ترقع مع كنافة وطايف احمد الجويلي وضيالة عطر ديالة ضيالة ديالة مش عارف احفظه, أحفظه. يعني هو الجويلي ده العادي بالنسبة لك لينجويني شيف لينجويني كان مبدع في الاخر طبعا كان مبدع في الاخر طيب نتكلم بقى ايه عن العادات موضوع مهم طب انا شايفة هنتكلم دلوقتي عن عادة يعني التدخين والرجالة والستات لا الرجالة والستات استنى بس صبرك عليا ماشي عندك انت مثلا في رمضان الرجالة بتبطل بتصوم وبتبطل سجاير في رمضان ماشي 17 ساعة اهو من غير سجاير والحمد لله بس ادام بقى المغرب جدا يا نهار اسود انا بشوفه احرق بقى 14 سجاير تقريبا 14 هي مفترية هم 12 بس 12 بس انت كده مش اوفر لا لا مش اوفر هم 12 يعني دي حاجه تفريحه كده بس عشان خاطر لا بجد هم يعني بيحرقوا جامد قوي بعد الفطار يعني قول مثلا هل بص هو عموما انا ما بدخنش بس بشوف ناس كتير قوي بتدخن وبتبقى اوفر فعلا في الـ في الـ في التدخين وهي عاده سيئه جدا لازم الناس كلها تتخلص منها لان عندك رمضان انا بالنسبه لي يعني هو رمضان بيساعدك على انك انت 17 ساعه بقى خلاص فاضل في ال 24 ساعه حاجات صغيره في ناس فعلا انا بشوفها بشغال يعني طول رمضان بتقطع تماما بيبقى عندها القدره ان هي تكمل بعد كده وتخلص يعني وتقضي على السجاير اصلا يا احمد ان في ناس انا اعرفها
ما بتصومش بسبب السجاير. تخيل قطعت صوم كامل لشهر احنا كلنا بنستناه من سنه للسنه عشان سجاير. متخيل انت معايا؟ ما اقدرش اتخيلها خالص. واعتقد مش نسبه كبيره. ما هي مش نسبه كبيره بس فيه. بس يعني انت متخيل معايا؟ انا متخيل والله. بس هي الفكره كلها ان احنا بنحاول يعني يمكن من برنامجنا هنا نقول للناس انها معاك شهر رمضان بحاله شهر كريم وعظيم وما فيش شيطان بيوسوس وما فيش حاجه. عندك بقى قدره نفس المره بالسوق ده حقيقي اكتر من الشيطان 100 مره. بس يا مين بقى اللي يعرف يحكمها؟ صح 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 عندك حق يا لا. كل الناس تقدر تحكم نفسها كويس. ما تقولش دي يعني كده خلاص بتحكم. الاستاذه الدكتوره الكبيره البشمهندسه اللي كل حاجه في كل تخصصات مصر كلها ديالة عاطف. ايوه كده اسم مزيك. محدش هيديك الاسم ده مزيك قبل كده. ايوه. وبعد كده انا بشوف يعني ان هو يا ريت تعرف تخلص من الحاجه دي في مره. حاول. ما قلتلكش انت هتخلص فيها في اول. لا حاول مره واثنين وثلاثه واثبت على رايك وموقفك. لازم يبقى عندك اصرار واراده ان انت خلاص دي مش هتبقى معايا رمضان الجاي. وانا اقول لك على حاجه. خلص رمضان وخلصها معايا. انا هقول لك على حاجه بقى حصلت معايا موقف شخصي وبس. كان في رمضان برده بس كان بعيد عن السجاير خالص. هي برده الشاي برده عند المصريين الطفل الصغير بيشرب شاي. انا شفت ويعني حاجه شخصيه يعني على الرؤيه العين كده طفل صغير لسه مولود بتاع بيشربوا شاي بيشرب شاي بيطلع بقى دماغه بتستم على الشاي. فالشاي في مصر طبيعه يعني. وانا شخصيه انا واحد من المعترفين انا مدمن شاي. كنا في رمضان وكنا قاعدين كده بعد الفطار زي كل الناس ما بتخرج كده وبتشرب شاي ومستنين حد من صحابنا. بعد ما خلصنا وقمنا اكتشفنا ان كل واحد بيحاسب مثلا على كل واحد 17 شاي. 17 شاي زي 12 كيس مكرونه كده. زي 12 كيس مكرونه بتاع كنافه وقطايف يعني. ف 17 وما يعني ما تصورناش ازاي كل واحد يدفع او كل واحد يشرب. بس ده كتير قوي. ما خدتوش بالكم ان انتوا كل واحد طلب 17 واحده؟ ما انا استنى اقول لك بس الموضوع ده الموضوع كبير باين عليه. لا الموضوع اصله كبير. اللي حصل ان هو احنا طلبنا اول شاي. هو الراجل بيجر رجلينا. ما عرفنا لا بيجر رجلينا. طلبنا اول شاي. نزل لنا اول شاي. واخد بالك من ايه؟ اتاخر. تالت اخر بالظبط. فالراجل ياخد الكوبايه قال لي لحم يا باشا. اقول له لحم. اقول له لا. اقول له لحم. يوم ينزل ايه؟ يوم شايل الكوبايه ومنزل الكوبايه الجديده. شاي لحم يا باشا. لحم. عارف بقى واحنا في الكلام. بس قعدتوا فتره قد ايه تشربوا؟ يعني كنا بنتكلم في حوالي 3 ساعات. يا نهار اسود كمان. ما احنا مستنيين. انت عارفه المواعيد في مصر. ايوه بس 3 ساعات و17 كوبايه شاي ده كتير جدا. ما هو كان بيشيل كوبايه مجرد ما تخلص واحنا بقى منهمكين في الكلام. مش واخدين كلام. هو واحد بس اللي يطلب. يعني هو احنا بنشرب الشاي خلاص. هو واحد بس يقول له لحم. يقول لحم يا باشا. اقول له لحم عندنا. الناس كلها ايه؟ طب خلاص هات الطقم كله. يقوم جايب الدور كله. يعني هي جت عليا. هنرد الراجل وهو بيقول يعني لازم نرفع. خلاص ندخل بقى في موضوع تاني اللي هو هتفهم. نرجع له ونقول انا حصل معايا موقف قبل كده. كنت قاعده انا واخويا الكبير واصحابه بقى بنات وولاد ومش عارف ايه كده. فاللي هو المنظر ما كانش لائق يعني. ان هو واحدة بنت ولد واحدة بنت ولد. سيبكم من الكلام ده كله. ادخل بقى ان هو دي طلبة سجاير شيشة سجاير شيشة. وانا احمد اخويا قاعدين ان هو ليمون نعناع. ان هو منظرنا بقى بشع. اللي هو تسترجلوا تبقوا زيهم شوية. وطالبين ليمون نعناع. ده الناس هنا طالبة شيش ومعسل وحاجات حلوة بالمعسل. لا بس فعلا يعني استغربت حتى البنات. اسمعي يعني عن المعسل؟ عارفة طبعا. عارفة انواع؟ لا هو انا بشوف بس في الميني. مفيش الزغلول اللذيذ والقص العجيب. انت متاكد ان مالكش في شرب الحاجات دي ولا شرب سجاير؟ متاكد؟ خالص. واضح واضح. الزغلول العجيب ده يقعد 8 ساعات في الحجر الواحد. هو انا اخر شيشه تفاح ويا شيشه نهى وبتاع طبعا ولا هي ولا انا لينا في الحاجات دي كلها. بس بنحاول نبين ايه اللي ورا اللذه اللي بياخدها الانسان من الحاجه دي. ونبين ان هي في الاخر حاجه تافهه. وبما اننا حقرنا منها او صغرنا منها ده كله يبقى نقدر احنا نتغلب عليها بسهوله. بالظبط. وبعدين خد بالك في ناس بتقول مش هقدر. مفيش حاجه اسمها مش هقدر.
زي ما الانسان عارف يطلع الفضاء وعارف يصنع ومش عارف ايه ده، ما تقولش انا مش هقدر ابطل سجاير. المقوله دي انا طويل، انا طويل وهذا مش قصير وازعج. في واحد كان طويل والتانية قصيرة، بس انت بتلمح على ايه ما تخبطش. بس يعني ده فيلم برضو كان موجود زمان، بس كل الناس بتاخده، بياخده كل واحد بياخده على نفسه. على فكرة برضو انت طويل. طيب يبقى انا مش طويل بقى ولا انا قصير او وزع. ده شوف كل واحد معترف خلاص باللي احنا فيه. طب بالنسبة للبنات بقى ايه اللي يحصل يا احمد شايفه في رمضان؟ رمضان؟ بلاش انا قاعده جنبك اهو، انا غلطت فيكم كتير اهو. بلاش، اصل انا يعني اللي الواحد اللي بيشوفه كتير يعني. مثلا طول شهر رمضان ازدال عبايات سودا، مفيش مكياج ولا نقطه ميك اب ولا رش برفيوم خالص، مفيش خمس خمسات الايام دي خالص، ست ستات على طول. ست ستات. لا بس ده بص بقى، بص بقى على اول يوم العيد سوق عكاظ، سوق عكاظ، كل واحد نازل يجيب جاريه والثانيه نازله مش عارف ايه. فنحاول برضو دي من العادات السلبيه يعني، نحاول ان احنا، انت عارف يعني البنات مش كل البنات كده. اه طبعا طبعا، التعميم في حد ذاته غلط. بالظبط، ان هو زي ما في القاعده عامه لا في مخصصين ليها غلط، فاهم؟ كلام صح ولا انا شايف كده؟ مخصصين ليه؟ يعني حابه فيها بيبقى غلط دايما، يعني مش غلط يبقى شاذ. مجموعه صغيره قصدك يعني؟ اه مجموعه صغيره تبقى شاذه. تمام؟ فاللي هو البنت اه بيبقى فيه ميك اب كتير والهبل، وبعد كده يحط الاول مش عارفه اساسيات، بعد كده يبتدي طبقات، ما هم بيبنوا. بيبنوا باسمنت. مش للدرجه بقى، الله ما تخبطش فينا يا اخي انا قاعده جنبك. بيبنوا عماره يعني. بص لازم تختاروا الاسمنت عشان خاطر ايه، العين ممكن توقع عماره باين، كان في اعلان بيقول كده باين. فهي برضو نفس الفكره، ما هي طبقه اولى جبس، بعد كده طبقه اسمنت. هو بيمحروا الشقه انت عارف، والالوان بقى هي الاوضه دي هم عاملين ازمه، هم دول سبب درقة. سبب ارتفاع الانوثه، وعشان خاطر الاولاد ما بيلاقوش فلوس او بيلاقوا الحاجات دي بتقل، فمش بيلاقوا حاجات يشطبوا بيها الشقه. يعني الاسمنت والجبس. تشوفيش الحاجات اللي الواحد بيشوفها. بشوفها بس مش يعني مش اوفر للدرجه برضه يعني هو دي رايها وانتوا احكموا. يعني انا عاوزكم انتوا تحكموا وانا راضي زميلكم وضميركم يعني. انا هي عماله طول قبل الحلقه في الكواليس تقول لي مجتمع ذكوري، مجتمع ذكوري، مفيش الكلام ده، والمساواه والحريه. ايوه طبعا في مساواه، ولازم يبقى في حريه للست زي الراجل، واحسن كمان، لان هي بنت زي الولد. مين لله اللي قال الكلمه دي؟ ماهيش كماله عدد، ده حقيقي. بس مش زي ما احنا بنقول، التعليم غلط. طب قول لي يا حمام، ايه العاده اللي انت بتقولها غلط، انت بتعملها غلط في رمضان؟ في رمضان بطل زي بين الناس يعني، في ناس بتدخن. لا انا ما بعملش حاجه غلط، كامل مبجل نازل من السما. قول لي العاده كده، حاجه كده مثلا. اديك حاجه كده عشان انت بس ايه، انت بس حبيبتي مش عايزين ايه. اديك حاجه، مسلسل في رمضان ما ينفعش تغمض ليش عين قبل ما تتفرج على الحلقه. المسلسلات كلها ال 120 مسلسل اللي في رمضان، حجم الانتاج، انا احب انفع كل الانتاج. بس ده صعب يا احمد، وبعدين يعني رمضان العباده، هو ده الشهر بتاعنا خلاص. دي برضو واحده من العادات السلبيه اللي انا بحاول اغيرها، وان شاء الله ناوي اقللهم في رمضان اللي جاي ان شاء الله، او في رمضان ده بحاول اقللهم يبقوا 50 بس. يعني انت عندك 50 عادة سيئة او اكتر؟ لا 50 مسلسل. يا ريتهم كانوا عادة سيئة احسن ما اسمع 50 مسلسل. ما هو 100 كانوا 120، ما انا قللتهم 50. لا انت كده اوفر الصراحة يعني. لا بس بجد ربنا معاك، يعني 50 مسلسل؟ لا انا قوي قوي، وهحاول ان انا اتفرج على 50 من غير ما اتفرج على باقي ال 120. لا لو كده بقى خدني معاك نتفرج بقى على 120. انا لقيت ال 120 انت تتفرجي على الجزء ده وتحكوا لي، وانا اتفرج على النص ده. بالظبط، لازم بقى نشارك بعض في المسلسلات. طبعا المشاركه حلوه في المسلسلات. بس انت بتلاقي فعلا المسلسلات ليها، ولما والعيله بتحب البطاطس. استنى بطاطس ماشي ما علينا. ان دلوقتي في رمضان انت شايف ان المسلسلات سيول المسلسلات. بتلاقي وقت فعلا لعبادتك؟ سؤال صعب ومحرج.
انتظر كده مشاعري ضاعت. جابها طارت اخواننا. لا هو الحقيقه برضو زي ما انا بقول لك دي واحده احنا مقصرين في كل اوقات, وفي رمضان المفروض ان احنا دي برضو واحده من العادات السيئه الواحد. بس ما خلناش نحرق كل العادات النهارده, خلينا ناخد عاده كده او كذا مجموعه كده شلت عادات سيئه كده عشان ننبه الناس, عشان المره الجايه تبقى عاده كويسه. يعني مش كل حلقه هيبقى فيه عاده وحشه, ما تخافوش يعني مش ناويين نرجع رمضان. وبعدين ما تقلقوش يعني انت لو بطلت واحده هتلاقي التانية موجوده. ايوه بس انت خد خطوه يعني انا مش هضيع عليك الفرصه وهقول لك ان كله مش هيبقى, لا هتلاقي واحده. انت هو دايما الواحد هيغلط 100 مره قبل كده ولسه هيغلط وعلى طول هيغلط. طبعا الانسان معهود بالخطا يعني دايما يغلط, ودايما نتفرج على مسلسلات وننسى وننسى. احمد عمل يعني 120 مسلسل. انجاز يا جماعه, احنا المفروض نسال هي الناس صارفة ليه ومكلفة على ديكورات وعلى ممثلين وعلى حاجات عشان نتفرج, عشان ما اتفرجش وفي الاخر ما اتفرجش. يعني فين صناعة الدعم صناعة المسلسلات في مصر؟ يعني ده عند الصناعة الاعلامية. انا بعمل مهمة قومية. صح فعلا, ونسيت مهماتك الاساسية في رمضان. جابها طارت تاني. دي مش هجيب لك النهارده, انت قصدك انت جاي النهارده بقى, فبعتيني كليه النهارده. خلاص عايزين نختم الحلقه الفقره ونقول فيها ايه بقى فعلا. ان اللي عايز يبطل سجاير او يمشي على عاده هي اذا كانت حلوه او وحشه, ده قرار ليك انت. ان دي بتاعتك هتمشي فيها او لا دي بتاعتك, بس انت المفروض تبقى عارف انسان واعي كامل ان انت عارف صح من غلط, فانت اللي هتمشي فيه ده تبعك ويخصك, وانت اللي هتقدر تدير حياتك مش احنا. طبعا بنبين صح من غلط. طبعا احنا بس بنوجه او مش بنوجه كمان, احنا مالناش ان احنا نوجه, ولكن احنا بنوريك عن طريق اللي احنا بنعمله. احنا بس بنوريك حاجه ممكن تكون انت مش شايفها بس بتحصل في حياتنا اليوميه. كل انك انت تعملها او ما تعملهاش دي حاجه خاصه بيك انت وحاجه بتاعتك انت وقرارك انت الوحيد. يعني ما حدش هيقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه, وبرده لو انت عملتها مش انا اللي انا المفروض بيه ان انا يعني مش انا اللي هحكم عليك او برده مش انا اللي هصلح كون, ولكن ده هو في الاخر الاصلاح او الافساد كله هو قرار نابع من شخص بني ادم. شخص بني ادم كفايه بقى كده نتكلم كلام جد عشان احنا مالناش في الجد اساسا. ايوه تمام. يلا خلينا نطلع فاصل, نطلع بقى على الفقره الجايه بالهيليوم. دي الهيليوم. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان, وما تلاقي الخير والحب في كل مكان, وما تلاقي هلال نور في السما فرحان, يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان, وما تلاقي الخير والحب في كل مكان, يتجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. حلو يا الفرحانة بالفوانيس, وحاوية وحاوي مسحر ضيا وناس بتقيس, والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. السما مليانة إيمان, وما تلاقي الخير والحب في كل مكان, وما تلاقي هلال نور في السما فرحان, يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان.
طب انا رجعنا من الفاصل، قولي بقى انت لو كمدخن يعني كيف مدخن تخيل معي تخيل هتعمل ايه رمضان على طول هتعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هشرب سجاير. لا مش هشرب سجاير، احنا المفروض في رمضان يعني مش هنتكلم يعني مش هنعمل حاجات دي في اللي بطلها بقى. يعني انت هتاخد الكلام على نفسك تبطلها ولا كده وكده؟ لا هاخد الكلام على نفسي بس مش هبطل. يعني انا هاخد بس القرار بس هو النية. انا هاخد القرار النية اني ابطل. في فرق كبير جدا، دي نقرة ودي نقرة. دي نقرة ودي نقرة. دي نقرة ودي نقرة. نقرة ايه نقرة دي بقى؟ لا ده موضوع كبير بقى اشرح لك بعدين. ماشي تمام. طيب بما انك يعني مش تعمل خالص تبطل خالص خالص يا ابني صحتك يا خالص. طب انا هقول ايه ده؟ ما ينفعش يعني. لما انتوا تبطلوا الميك اب انا ابطل السجاير. بس في بنات ما بتحطش ميك اب قول. وفي رجاله ما بتشربش سجاير عادي. في رجاله ما بتحطش ميك اب صح؟ خبوني خبوني. ايوه تمام، ما هو زي ما في ده وفي ده. ماشي طب خلاص بقى، احنا ممكن دلوقتي اللي بيحطوا ميك اب يخفف، حتى ان هو بدل ما يحط ثلاثه وش نحار يحط واحده بس. ودي عليا هديك. خلاص بقى احط كمان لون احمر يا عم، ده يا جت عليك. بطل لعبه بطل لعبه بوظ لنا الصدر. لا المايك اصل في حاجه هنا شكلها شكلها ملهم صح؟ الهام بوظ ما عليك. خلاص ماشي. يعني انت هتسالني سؤال عشان اكون اجاوب عليك؟ اسالك سؤال. اسالك في سؤال. اسالني سؤال. اسالك في سؤال. اسالك سؤال. اسالني في سؤال. في سؤال. انا حابب السؤال. تحب تسال في سؤال ايه؟ هو ده سؤال؟ انا مش عارف انت عايز ايه. ايوه انا بسالك اهو، تحب تسال ايه؟ اتسال في الموضوع بتاع العادات. العادات. طيب ايه في رمضان اكتر عاده نفسك تكمليها؟ نفسي اكملها؟ نفسي على طول ابقى مش عارف ايه زي رمضان. دي ما بتحصلش غير فيها. يعني بجد حاجه مؤذيه جدا بالنسبه لي. انا اول ما خلص متخلص رمضان ختمت مره مرتين ثلاثه زي ما تيجي، وبعد كده اول ما خلصه بطه بلدي بطه بلدي. بروطه. بطه. مش بروطه بطه. بروطه. وانت ايه بقى في رمضان؟ انا في رمضان نفسي ابطل شاي. انت يا ابني حياتك كلها شاي. الشاي جزء لا يتجزأ من حياة. الشاي ثم الشاي ثم الشاي ثم الشاي. ثم الشاي. ثم الشاي تاني. هو الشاي اولا واخيرا. بعدين بما ان انا عبقري وبما ان الذكاء بيشر من عينيا زي ما انت شايفه وسامعه طبعا، وانت طبعا سامعين وشايفين الذكاء اللي عندي، يبقى لازم نعرف ان الشاي جزء من حياتي. بس ايه علاقه الشاي بالذكاء؟ سؤال وجيه. ايوه سؤال وجيه. سؤال وجيه للانسان الذكي. يلا شكرا يا ابني كارت حد. ميرسي. سؤال وجيه، العلاقه ما بين الشاي والذكاء علاقه السكر في الشاي. سبحان الله يا اخي شكرا ربنا يا مؤمن. سبحان الله الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض يا جماعه. لازم بقى تقول الموضوع ده يعني موضوع كبير. موضوع كبير قوي. انا جدا جدا يعني بتمنى ان انت تقلع شاي من عندك. انت ما فيش في الشاي في البيت هتعمل ايه؟ ممكن ابقى عامل زي المجنون اقعد اهرش مناخيري وشي وشاي. مستحيل مستحيل. شاي يا جدعان شاي. شاي في ايه؟ في واحد كده يصحى الصبح، في واحد يصحى الصبح كده على الصبح يقول فين القهوه يا غجر؟ فين؟ لازم في واحد مش قادر مش قادر فين القهوه على طول فنجان القهوه كده. طب اقول لك انا في ناس العاده بتاعتها في رمضان بقى، مش رمضان في اي وقت، غالبا في الاوقات العاديه ان هو يصحى الصبح اللي هو ايه؟ صباح الرحمن الرحيم الاول النهار كده ما افطرش ما عملش اي حاجه، يلبس هدومه عشان الشغل وصحي قبلها بقى، يلبس هدومه عشان الشغل يقعد عادي كده قبل الفطار قبل كل حاجه. لا قهوه وجورنال. مش هيك انت بتفكر؟ لا والله مش فاكر. بابا انا بابا الصبح لازم كلمات، لازم كلمات. انت جاي هنا بقى تتكلمي تفشي اسرار العيله وتقولي كلمات متقطعه. يا سر فظيع. سر ده سر مريع. يعني مش عارفه ازاي قلت الصراحه، سامحني يا بابا. يعني عمرك حليت كلمات متقطعه قبل كده في ميكي حتى؟ ميكي ايام كانت طفوله متشرده مع ميكي. وما زلت على فكره بتقرا ميكي معاك. لا 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 كبرنا بقى خلاص عدينا عدينا المرحله دي. ده بصي هو لغايه قبل بست سنين مثلا ممكن اكون كنت اقول ماشي. دلوقتي بقى بدأنا نقرا بس في حاجات بقى اكثر اهميه، لان انا ذكي مش عارفه والذكاء فكره اللي بيقعد يقول انا اكثر واحد متواضع. انا اكثر واحد نكمل الاغنيه معاك. انت عارف ان هو يعني ما تبقاش عايزك كده عشان تاني بلا ضرر. بس انا خالق دي حقيقه. سوبر سوبر هيلا ما علينا سوبر وخلاص. هو السوبر من غير هرقل قصدي يعني في الحلقه انا كده يعني بس انا يعني احنا زهقنا من بعض وبس يعني وانا زهقت منها جدا. بس طبعا ما نقدرش نزهق منكم مستمعينا الاعزاء مستمعي راديو طرقعه. احنا بنشكركم جدا على وجودكم معانا في الحلقه وان شاء الله المرحله الجايه في الحلقه الجايه بعادات جديده وحاجات جديده في رمضان ونعوض الطبله ونجيب كل حاجه كويسه. احمد كسر الطبله يا جماعه، احمد كسر الطبله. ماشي طالما هي صلاحتني شكرا لكم. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يلا باي. مع السلامه. الخروب عنا عزوم اليوم بس خايف ما يكفيش
خلاص هاتلي الترين علي لي الدقة شوية صحيني على السحور ام سحراتي تسلم الطبلة من ايدي كل يوم على السحور لازم انا اكل فول قالوا لي كلمة زمان كل فول عشان مجهول بيع المخلل وين صار لي مش شايفه يومين لا يكون مش عارف انه رمضان بقاله يومين ايش معنى بس رمضان بتجيبه كاميرا خفية هاتلي معاها كناف بلاش من الطحنية جسد خروب تبرد على حرنا حلمنا طول عمرنا قطيفة لمنا كلنا كلنا ده حلمنا طول عمرنا قطيفة لمنا كلنا كلنا هاتلي معاها كناف بلاش من الطحنية فايز كطرف اليوم مش زاكي ليه إنما معاها جسد خروب تبرد على حرنا